لازم تحط العشور في الكنيسة اللي هي ندرت إن هي هتحطها فيها ولا في أي مكان؟ سؤال جميل. طبعا قداسة البابا شنودة ربنا يعني نفسه كان أجاب على السؤال ده، إن الواحد بقدر الإمكان هيقدم الندر في المكان اللي هو ندره. أي لكن افترضي كان واحد بيقدم حاجة في كنيسة في أسيوط وهو في القاهرة، أصبح غير قادر، يا إما يديها لحد يوصلها، أو لو إنه الكنيسة مثلا باسم العذراء هي وأقرب كنيسة للعذراء هيقدمها ليه. زي كمان مثلا الناس اللي بتعمل فطير الملاك، كانت الأخت بتعمل فطير ملاك باستمرار، وبعدين صحتها بقت شيء قد كده، فإن هي بتوصي حد يعمله أي ملجأ أي تصنيعات بيعملوا فطير ملاك وتقدم نفس التقديم، هتقدم لها فطير ملاك. يبقى إذن الندر بقدر الإمكان نحاول إن احنا نوديه في المكان اللي ندرنا فيه. إذا في استحالة خالص يبقى في أقرب مكان بس نفس الاسم برضه، ما ينفعش مثلا أقول أقدم لعذراء وبعدين أقدمه للملاك أو لماري جرجس، على قد أو لماري جرجس يبقى لماري جرجس. خير لك ألا تندر من أن تندر ولا توفي. الواحد يوفي بالندر بتاعه، لكن لازم يقدم الندر بتاعه. تمام. طب نرجع لموضوعنا والأعمال الصالحة. طبعا الكتاب المقدس هو دستورنا، هو بنستقي منه كل التعاليم، حتى الخبرات الحياتية ممكن ناخدها من الكتاب المقدس. طيب خلينا ناخد أمثلة كده لناس كانوا فعلا عايشين وحياتهم حلوة قوي مع ربنا، وكانوا بيقدموا أعمال صالحة كتير وربنا كان موجود في حياتهم. خلينا نعرف الأمثلة من الكتاب المقدس عشان نقدر نقتدي بيها. لو مسكنا من العهد القديم نلاقي أبونا إبراهيم أبو الآباء لما جه دخل أرض الموعد، ودي ربنا وعده بيها، كان معاه ابن أخيه لوط، قال له تفضل اختار، مع أن الأولى أنه هو اللي يختار. فاختار الأرض الخضراء الجميلة، طلع فيها الناس اللي استولوا منه على الأرض بتاعته. أبونا إبراهيم ما سابوش برضه رغم أنه عمل كده. طبعا أبونا إبراهيم أول حاجة عمل مذبح للرب في الأرض اللي ربنا اديها له، وأنقذ لوط. بعد ربنا ما ساعد أبونا إبراهيم عمل إيه؟ راح قدم عشور لملك صادق. طب نتيجة العمل الصالح اللي عمله أبونا إبراهيم، ملك صادق قدم له إيه؟ خبز وخمر. وخبز وخمر دي إشارة من العهد القديم إن هيجي يوم في العهد الجديد هيتقدم لكم خبز وخمر من يد كاهن الله العلي، والسيد المسيح هو الكاهن الأعظم وهو ذبيحتنا. فإذا الإنسان اللي هيعمل أعمال صالحة زي أبونا إبراهيم هيلاقي أن ربنا هو اللي هيكافئه، مش حتى أبينا لوط، وربنا هو اللي هيجي لنا بنفسه لما نقدم التقدمة. نلاقي لما المرأة لما قدمت أرملة صرفة صيدا، كانش عندها إلا كوار للدقيق وكوز للزيت. لما جه إلي النبي إكراما لرجل الله ونبي الله، فإنها عملت له الفطير من الحاجة الوحيدة اللي عندها. طب ربنا عمل إيه؟ بارك في الدقيق وبارك في الزيت، وإلي النبي صلى لابنها، وبعدين أيضا إلي النبي صلى للسماء لما كانت لا تمطر فأمطرت السماء. كل ده لما المرأة بتاعت صرفة صيدة. وكمان نلاقي ابن المرأة الشونامية اللي استضافت أليشة عن النبي، ولما مات فأقاموا أليشة عن النبي. إذن هي نتيجة أنها أكرمت رجل الله وأقام عندها ووضبت له مكان كويس، فلما ابنها مات أقام ابن المرأة الشونامية. من العهد الجديد نلاقي الأعمال الصالحة، من أجل الأعمال الصالحة أمنا العذراء مريم. لما عرفت أن ألي صابات ناسبتها حبلة، ورغم الملاك بشرها أنها تبقى حامل في القدوس المولود منها ابن الله، قامت جريت سريعا وذهبت إلى الجبال إلى مدينة يهوذا. يقول لنا كده في لوقا 1:39، قامت مسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا. عارف عليك مشيت قد إيه؟ 140 كيلو ما بين الناصرة وما بين ما وصلت إلى ألي صابات. فتاة صغيرة وحامل في الشهور الأولى وحامل في الشهور الأولى، وكلنا نعلم في الفترة دي بتبقى صعبة أيوة. زي على أي امرأة.